بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل عرض letter codes وبنعرف ايه ال F codes. ال F codes اللي هي بنستعملها لل feed rate بنقول use to specify the feed rate. او جيت هنا على البرنامج هنجد ان انا عند ال N30 جيت قلت له ايه G01 linear interpolation z minus 0.125 وال F بتاعتنا بكام؟ بخمس. يبقى إذن ده الكود اللي أنا بقدر أحدد بيه الفيد ريت. الفيد ريت دي من ممكن إنها تكون بالمليمتر بير مينت ومن الممكن إن هي تكون ريفوليوشن بير مينت. يبقى إذن يقول لي الفيد ريت يقول لي بير ريفوليوشن ولا بير مينت، دي إن شاء الله برضو هنعرف ليها الأكواد بتاعتها. بنيجي نشوف بعد كده الـ S codes دي اللي بنخصصها لل speed of the spindle. فلو جيت برضو اعرف ازاي بتتعمل بقول ان انا عندي ال N15 M03 spindle on clockwise. الليتر اللي هو ال S هنا بيقول لي ان انا همشي الماشين دين السبيد بتاعتها ب 1250 او 1250. يبقى كده دي عرفت الماشين ان السبيندل سبيد هتكون بدين تبقى ايه ريفوليوشن بير مينت. عندي بعد كده التي كودز. ما هو التي كود؟ اللي هو خاص بالتول used to specify the tool identification number associated with the tool to be used in subsequent operations. فينو اهو ابي اقول انا جيت عند ال N10 قال لي M06 اللي هي tool change position وبعدين T3 دي ال identification number اللي على الطارت اللي يخص التول رم نمبر 3 اللي هشتغل بيه في هذا البرنامج. تعال نشوف ال piece of program اللي خدناها من على الماشين مباشرة. عايزين نوضح بيها نشوف هنا بدأ بالأكواد دي ال N وبعدين بعد كده G M X Z I K F S. هنا هنجد ان الماشين بتاخد ايه ال G كود وبعدين ال M وال X وال Z. لما اقول X وال Z يبقى معنى كده ان البرنامج ده ايه على ليث ماشين لان مفيش Y. يبقى اذا انا بشتغل على التيرنينج سنتر وليس الميلينج سنتر. لاحظ حاجه هنا لو جيت اشوف اللاين ده مثلا الاقي ايه 01. ايه 01؟ 01 تعني ان جي 01 اللي فيه لينير انتربوليشن. شوف ادى قيمه اللي هي بتاعه الاكس واداني القيمه بتاعه الزد في الخطوه اللي بعدها. لاحظت حاجه هنا لو بصيت على الجي هتلاقي ان هو ايه ما خدش اكتر من كوماند واحد. اهو شوف ما خدش اكتر من كوماند واحد بير بلوك لقيمة الجي. فحتى لما جه يقول ايه G81 عمل ايه او خدها في بلوك لوحدها. G01 جه يعمل ارك برضه قال ايه G03 واداني الاكس بتاعت الارك والزد وبعدين اداني الاي والكي اللي هم بنحدد بيهم السايز اوف ذا ارك. برضه هنا لو جيت اقول لك شوف ده الاس كود ايه اهي مرة واحدة اداني ايه الاس كود اللي هي بايه ب 2400. ادي معنى ان كده الماشين دي عرف عليها الاس كود. الفيدز برضه شوف هنا يعني جه على العملية اللي هي بتاعت الارك قال ايه الفيد اهي ب 80 وهكذا. يبقى اذا انا اللي عايز اوصله لك هنا اني انا ما اقدرش اخد يبقى لازم نمره واحد ان البلوك الواحد يبقى فيه انف انفورميشن عشان تقدر الماشين تنفذها. تاني حاجه لو في عمليه قطع ما اقدرش اخد عمليتين مع بعض يعني ما اقدرش اقول G01 واجي اخد ايه مثلا ايه G03 معاه. لا هي بير 1 بلوك يبقى فيه عمليه ايه تشغيل واحد. شوف ادي البرنامج بيمشي ازاي نشغله اهو يبدا ايه يعمل عملية التشغيل. ده part of program. يبقى كده احنا دخلنا الكود وهو بيبدأ ايه عملية ايه التنفيذ. لاحظ انك طول البرنامج ما هو ماشي ما فيش اكتر من كود واحد لعمليات القطع وهكذا. نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع. نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.